هل تجرؤي على الاعتراف إنه مشكلتك مع المخرج محمد سامي كانت بسبب الفنانة نجلة بدر؟ لا طبعاً. لا ما كانتش بسببها؟ لا خالص خالص، بسبب لسانه الطويل بس. بيقال إنه هي كان ليها شق في الموضوع، بس هي كانت أذكى من إنها تبقى تخوض صراع مع غادة عبد الرازق. لا دي ما أعرفهاش بأمانة. أنا كل المشكلة بيني وبينه أنا دايماً أقول له أنت مخرج شاطر جداً بس لسانك طويل قوي. هل تجرؤي أن تعترفي أن مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة في شبه من حياتك، في شبه من قصة غادة عبد الرازق في حياتها؟ لا لا بالعكس. لا خالص؟ لا خالص. طب هل تجرؤي على ذكر اسم الشخص الأفضل أو الزوج والرجل الأفضل من بين أزواجك الخمسة؟ من ممثلين ولا ال... لا من حياتك. من حياتي؟ من حياتك. أنا ممكن أقول اسمه الزوج بس الأفضل. أنا يعني تقدري تقولي اسمه على فكرة؟ إيه؟ تقدري تقولي عايز اسمه؟ أقول أسماء حقول بس يعني هو ما طبعا يعذروني إن ده برنامج مصارحة. أولا بابا روتانا ده أول واحد كان هو الأفضل وفي واحد تاني وكان في أنا خايفة بس أعمل له مشكلة كده في بيته بس يعني زوج اسمه أحمد من بورسعيد، مش هقول بقيت اللقب عشان احتراما طبعا يعني مش عشان أنا بس عشان احتراما ليهم يعني وبيته. ف اكيد كمان يعني زوجته عارفه ان كنتي مراته، انه يعني مش عايزه بقى يعني افتح حاجه مش لطيفه دلوقتي، فاهمه؟